السلام عليكم. راح نبدأ اليوم بمحاضرتنا اللي تركنا منها السؤال آخر شيء عشان نناقشه. أنا عادة بحب أترك السؤال للمناقشة عشان نستذكر دائما شو أخذنا الدرس اللي قبله نربطه بالدرس اللي بعديه. أخذنا آخر طريق، خلينا نحكي إحنا أخذنا 3 طرق لغاية الآن، اللي هي السيبرابل واللينير والإكزاكت. وشفنا الاكزاكت انه الايكويجن هيك لازم يكون الفورم تبعها، بتشتق بالنسبه لواي اللي مع دي اكس، تشتق بالنسبه لاكس اللي مع دي واي، وبتتاكد انه المعادله اكزاكت. بعديها عشان تحلها فبنحكي مباشره هاي الخطوات اللي راح نعملهم. الحل لازم يكون اف اوف اكس واي ايكوالز كي، بحقق هذول المعادلتين. فاذا اول معادله بتمسكها بتكاملها بالنسبه لاكس وبيطلع معك ثابت اسمه جي اوف واي، بتشتقها بالنسبه لواي وبتعوضه في المعادله الثانيه بتطلع قيمه جي، وبتكون هيك حليت المساله. وشفنا اكزامبلز عليها، اليوم رح ناخذ مور اكزامبلز. هاي الاكزامبلز اللي بعطيكم اياها هي اسئله اجت بفصول سابقه، يعني بتكون انت على اطلاع هيك بشكل الفانكشن. طيب اذا ناخذ الاكزامبل. If f of x sine y minus y squared over 2 dx plus sine x cosine y minus xy minus e to the power y dy equals to 0 is exact, find f. إذا هو معطيني إنه هاي المعادلة exact، لكن بيقول لي أوجد قيمة الـ f of x. إذا نتذكر إنه هذا كله كامل هيك راح يكون مع dx هذا m، ومع dy هذا كله n. فما دامت already exact so we have the following equation مشتقة بالنسبة لأم للواي ومشتقة أن بالنسبة للإكس هذول إيكوال. إذا معناها لازم أطلع مشتقة الأم بالنسبة للواي ومشتقة الأن بالنسبة للإكس ونسويهم بعض. إذا الإكس إز كونستانت، إذا الأف أوف إكس بيضل زي ما هو، ساين أوف واي بتصير كوساين أوف واي، ماينس واي سكويرد أوفر 2 ديريفيتيف إز واي، ناو أن سب إكس إت بيكمز sine of x now cosine of x cosine of x but cosine of y is constant so I leave it minus derivative of minus xy is minus y minus 0 so here's m of y equals n of x so we need m of y equals n of x so equal both sides together so f of x cosine y minus y equals cosine let me check here yeah cosine this is cosine x cosine y minus y. هلا بدنا بس نحل هاي المعادله ونطلع قيمه f of x. لاحظ انه لازم يختفي كل شيء مع y. اذا صار عندي f of x equals cosine x times cosine y over cosine y. هي cosine y قسمت عليها. إذا f of x must be cosine of x. هلا إذا معناها لو حطيت محل f of x هون cosine x بتصير هاي المعادلة 100% exact وبنقدر نحلها. فهي هيك معادلتي الأولى. هذا السؤال أشوف إذا في عندكم أسئلة. خلينا نعمل بس unmute للجميع ونتأكد إذا في أي سؤال عليها قبل ما انتقل للاكزامبل اللي بعدها. نكمل الاكزامبل اللي بعده. هذا كمان اكزامبل اجى بالضبط بفصل قبل فصلين، اجى هذا نفس الاكزامبل. هذا مالتيبل تشويس كويشن، بيحكي لي the equation 1 plus x dy plus y plus 2x squared dx equals to 0 is separable and linear, exact but not linear, exact and linear, وهي دي اخر شيء، linear but not exact. اذا بده يحاول يصنف لي اياها، قاعد بحكي لي اما انها تكون linear وسبلبل بنفس الوقت، exact لكن مو linear, exact linear, linear but not exact. اسهل شيء تختبره فعليا الاكزاكت، ولاحظ كلمه exact موجوده بثلاث، يعني بامكانك انه من كلمه exact تحدد الخيار. فاذا اسهل شيء انا عندي ام، بس انت حر اذا بدك تبدا تشوفها linear او لا. شايف انه اسهل شيء ان نختبرها. لاحظ انا كتبت شيء هون خطا بس للتاكيد اني انا ما انتبهت للدي واي وللدي اكس، فكتبت ام ايكوالز اكس بلس 1،
لكن اذا بدك تشتق هاي فعليا لازم تشتقها بالنسبه لاكس لانها موجوده مع واي. اذا بدك بالتسميه الصح هاي بتسميها ان، ليش؟ لانه ان مع دي واي، فاذا ان صب اكس هي واحد. هلا الام فعليا اللي هي مع دي اكس، بس احنا هون قالبينهم عشان تاكد انه الطالب ما يحفظ مجرد اسم. هي بشكل عام الام بدك تشتقها بالنسبه لواي لانه هي موجوده مع دي اكس، اذا مشتقتها بالنسبه لواي واحد لاحظ انها طلعت اكزاكت، فلو نسيت وما انتبهت للدي واي دي اكس راح يطلع معك نوت اكزاكت، اذا هي اكزاكت فمعناها الحل راح يكون فقط بين هاي وهاي، انها اكزاكت ولينير او اكزاكت ونوت لينير. طبعا سيبرابل ولينير وبنفس الوقت تكون اكزاكت مستحيل، فاذا هاي تستبعد لانه فقط خيار واحد موجود. هلا بالنسبه لللينير نحاول نكتبها بالصوره القياسيه، اذا انا عندي اكس زائد واحد دي واي اقسمها على دي اكس هاي صارت مشتقه، زائد واي زائد 2 اكس تربيع بتساوي زيرو، فلو نقلت الاكس تربيع للطرف الثاني بتصير اكس زائد واحد واي برايم بلس واي ايكوالز ماينس 2 اكس سكويرد. لاحظ انها هاي لينير، السبب انها لينير لانه لاحظ انه بهمني انا الواي والواي برايم هم مش موجودين باي فانكشن، مضروبين مع اكس اتس فاين. صح هاي مو ستاندرد لكن هي لينير، بس لو قسمت عليها بتصير ستاندرد مو طالبني، اذا معناها لينير اند اكزاكت، فاكيد الخيار راح يكون هو الخيار سي لينير اند اكزاكت. فهي الخيارات اللي بامكانك طبعا تتاكد انها سيبرابل او لا. واضح انه في عندي مشكله في واي زائد اكس تربيع، فالواي زائد هاي مستحيل تقدر تفصل الواي عن الاكس. طيب اذا هدول اكسرسايزز الكم، الاكسرسايز الاول والثاني بيشبهوا بعض، بس الاول فيه مفقود ام اكس واي وبيحكي لي هاي اكزاكت، فطلع لي الام، اذا معناها رح اطبق قاعده ام صب واي بتساوي ان صب اكس، ساويهم وحلهم. لكن هذا بيفرق عن سؤالنا اللي اول، لانه هون مسموح لك يطلع مع الجواب في اكس وواي، يعني طلع معك الجواب ساين اكس كوساين واي فاين، اما السؤال اللي بعده لاحظ كاتب لي انه اف واي، فيعني الاف لازم يطلع بس بدلاله واي، فراح تختفي كل الاكس، فبتحل السؤال هذا كمان بنفس الطريقه. هاي ام صب اكس ام بتشتق بالنسبه لواي، هاي ان تشتق بالنسبه لاكس، بتساويهم ببعض راح يختصر شغلات كثير، اللي معها اكس طبعا كل راح تختصر، راح يضل معي بس اللي فيها واي وبتحلهم. اذا هيك بنكون احنا انهينا هذا السكشن اللي بدينا فيه اول مره المحاضره السابقه. خليني اعرف بس اذا في اسئله عشان ننتقل للطريقه الجديده. انتقل اذا للطريقه اللي بعديها، الطريقه اللي بتحكي لنا انه هلا ما راح يزبط ممكن معنى ولا طريقه من الطرق السابقه في بعض الاسئله. اذا بعد ما خلصنا من الاكزاكت نروح لشيء اسمه سبيشال انتجريتنج فاكتور اور كونفرتد تو اكزاكت. اذا طريقه رقم اربعه بنسميها كونفرتد تو اكزاكت. اذا هي خلينا نكتب تلخيص لكل النقاط اللي اخذناهم. اولا سيبرابل، هاي طريقه رقم واحد. طريقه رقم اثنين لينير، اذا ما نفعت اللينير ممكن تنفع معنا الاكزاكت، لكن هل كل في معادلات ما بتحقق ولا واحدة من هدول؟ إذا مجبور آجي لطريقة رقم أربعة اللي هي converted to exact. في بعض معادلات هي مو exact لكن تتحول لإكزاكت بعضهم. الآن طيب كيف بنعرف إنها بتتحول لإكزاكت ولا لأ؟ حسب الديفينيشن اللي أنا كاتبه هون، هي بيوضح لي إنه متى بتكون تقدر تحولها لإكزاكت ولا لأ. بيحكي لي في شيء اسمه سبيشال انتجريتنج فاكتور، هذا بيختلف شويه عن الانتجريتنج فاكتور تبع اللينير ديفرنشال ايكويجن، عشان هيك سميناه سبيشال وهذاك سميناه انتجريتنج فاكتور. بيكون اسمه سبيشال انتجريتنج فاكتور اذا اخذت معادله نوت اكزاكت، هيها نوت اكزاكت اصلا، يعني ام صب واي لا تساوي ان صب اكس، رحت ضربتها بهذا الفانكشن، ضربت كل الاطراف بالفانكشن صارت اكزاكت، بنسميه هذا سبيشال انتجريتنج فاكتور. إذا لقيت هذا الانتجريتنج فاكتور، الآن هدفنا كيف نحزره؟ إذا عرفنا كيف الانتجريتنج فاكتور هذا، معناها عرفنا كيف بنحل المعادلة. نضربها بميو بتصير اكزاكت وارجع حل زي أول، هي أم جديدة، هي صارت أم جديدة، وهي صارت أن جديدة، وحل اكزاكت ايكويجن. إذا الطريقة رقم أربعة إني نحول لاكزاكت. بس مش كلهم بيتحولوا لاكزاكت، بعضهم، خلينا نشوف مين هم اللي بيتحولوا لاكزاكت. مثلا هي اكزامبل، أحد الطرق أنا بعطيك سبيشال انتجريتنج فاكتور وبقول لك حولها لاكزاكت عشان تحلها. إذا عندك ثلاثة خيارات للسؤال كيف بيجي. الخيار الأول أنا بعطيك الميو جاهزة، show that ميو is a special integrating factor، يعني إذا مسكته وضربته بهاي صارت exact then solve it،
اذا فعليا انا كاني بحكي لك كيف تحلها، اضربها بالميو بعدين حلها. اذا خلينا بس نتاكد، هل هذا سبيشال؟ سبيشال انتجريتنج فاكتور شو معناها؟ شرطين، الاصليه ليست اكزاكت، بعد ما تضربها بالميو بتصير اكزاكت. خلينا نجرب، اذا هي ام الاصليه وهي ان قبل ما نضرب اي شيء. فالام صب اكس، سوري الام صب واي عباره عن 5x، الان صب اكس هي عباره عن 6 واي قوه ناقص 1 زائد 6 اكس. لاحظ انهم مستحيل يتساووا هذول، فاذا نوت اكزاكت. ممتاز، ما دامت نوت اكزاكت اذا نكمل الخيار رقم 2، الشرط رقم 2، اذا ضربت هذا الفانكشن بتصير اكزاكت. يلا خلينا نمسك الفانكشن ها اللي هو اكس كيوب واي تربيع ونضربه بمعادله كلها، 12 بلس 5 اكس واي دي يو اكس بلس 6 اكس واي تو ذا ماينس 1 بلس 3 اكس سكويرد دي واي ايكوالز تو 0، كلها نضربها. اذا صارت اكزاكت اذا هذا اسمه سبيشال انتجريتنج فاكتور. طيب نضرب اكس كيوب واي سكويرد تايمز 12، سو وي جيت 12 اكس كيوب واي سكويرد بلس، هلا اكس كيوب واي سكويرد تايمز 5 اكس واي، so 5 x to the power 4 y to the power 3. ضربت التيرمز مع بعض، هاي الاولى دي اكس. هلا نضرب الاكس كيوب واي سكويرد بالحد اللي هون صار عندي، هلا انا صرت هون، اذا بتصير بلس 6 x to the power 4 y to the power 1 لانه ناقص 1 و2، بلس 3 x سكويرد لما نضربها بالتيرم بتصير 3 x to the power 5 y سكويرد دي واي equals to zero. الآن صارت عندي معادلة جديدة، طبعا تكافئ اللي قبلها لأني بس مجرد ضربت بثابت فانكشن برجع بقسم عليه. هلا الأم الجديدة هاي غير عن الأم اللي قبل شوي، هاي أم جديدة وهي أن كمان جديدة بعد الضرب. نتأكد إنها إكزاكت، إذا أم صب واي بتساوي، هلا الاشتقاق بالنسبة لواي 2 تايمز 12 24 إكس كيوبد واي بلس 3 تايمز 5 15 x 4 y squared. هلا نشوف n sub x ايش بتساوي، مشتقه بالنسبه لx 6 times 4 24 x to the power 3 y plus 5 times 3 15 x to the power 4 y squared. اذا قارنتوهم الm sub y بتساوي الn sub x، اذا صارت exact. اذا هذا اثبات انه special integrating factor. special integrating factor مسكته اول شيء شفتها انها اكزاكت ولا لا، طلعت مو اكزاكت، اذا هاي خلينا نحكي رقم 1 اللي هو نثبت انه سبيشال انتجريتنج فاكتور، رقم 2 انه نوجد الحل لهي المعادله زي ما هو طالبني. خليني اخذ سبيس زياده هيك نقدر نكتب فيه. طيب اذا طلعت اكزاكت بعد ما ضربت، اذا هذا سبيشال انتجريتنج فاكتور، هي اثبتنا رقم 1. رقم 2 بيحكي لي سولف ذا ايكويجن. طيب ما انا عشان احلها بدي احولها لاكزاكت، اوريدي انا حولتها لاكزاكت، اذا هي شايفينها حولتها الاكزاكت، اذا to solve this exact equation الحل راح يكون f of x y بيساوي لي k. هذا بحل لي، بنحل عن طريق معادلتين، اذا اشتقيت f بالنسبه لx تعطيني الام، لكن مو الام القديمه، الام هاي الجديده النو ام، هاي معادله رقم 1. معادله رقم 2 اذا اشتقيت الاف اللي حسبتها من الاول وساويتها اشتقيتها بالنسبه لy وساويتها بالان بتوجد لي قيمه الجي الفانكشن جي. اذا نحل هذول المعادلتين، كامل الاولى بالنسبه لاكس، اذا كملت الاولى بالنسبه لاكس تعطيني اف الطرف الاول، الطرف الثاني انه نكامل الام، بس اتذكر الام هاي بعد ما ضربنا هي اللي هي عباره عن 12 اكس كيوب واي سكويرد بلس 5 اكس تو ذا باور 4 واي كيوب دي اكس، هاي راح تعطينا كونستانت بيعتمد على واي لانه بالنسبه لاكس تكاملها. اذا الاف بيساوي لي كامل بالنسبة لإكس، إذا نقسم على 4 فبتصير عندي 3 إكس to the power 4 y squared plus، هلأ بدي أقسم على 5 فبتصير إكس قوة 5 y cubed plus g of y، constant بيعتمد على y لأنه بكامل بالنسبة لإكس، بدي أتأكد من أرقامي إنه 12 12 هي 3 ال 5 4 صح. أوكي، الخطوة اللي بعديها بدي أشتق هذا وأعوضه بالمعادلة رقم 2. إذا كاملته بالنسبة لـ x، هلا بشتقه بالنسبة لـ y. مشتقته بالنسبة لـ y، إذا 6x to the power 4. I think في
24 لما كملت بالنسبة ل في إشي أنا ناقله غلط، ال 12 لا صح أوكي، بس المفروض إنها تطلع نفس الأولى صح. أيوة نعم نفسها، لأن قاعد بخربطت، أنا قاعد بقارن بال 24. يا إكس قوة 4 كامل، قلنا اشتقينا بالنسبة لواي ضرب 2 هي صارت واي، زائد اشتقها بالنسبة لواي كمان مرة بتصير 3 إكس قوة 5 واي تربيع زائد جي برايم اوف واي. هاي شو لازم تساوي لي؟ هاي لازم تساوي لي الان. ناخذ سبيس كمان، ناخذ سبيس. طيب فاذا هاي نساويها بالان، هاي لازم تساوي لي الان اللي هي معادلة رقم 2 زي ما انتم شايفين. اذا برجع بكتبها كمان مرة، 6x to the power 4y plus 3x to the power 5y squared plus g prime plus هاي g prime equals الآن. يلا نقول الآن كمان مرة ونتأكد إن شغلنا صح. 6y squared sorry 6x to the power 4y بعدين plus 3x to the power 5y squared plus 3x to the power 5y squared. في شيء ثاني ظل؟ لا خلصناهم. الان عشان اتاكد ان الشغل صح ولا لا، اي شيء بيعتمد على x لازم يطير. لاحظوا هاي اختفوا وهاي اختفت، اي شيء بيعتمد على x ما لازم يضل. اذا معناها g prime of y بتساوي لي 0 كامل الطرفين، اذا g of y بتساوي 0 زائد constant. انا الكونستانت راح اتركه للنهايه. اذا نرجع نعوض بالاف، الاف هي اللي فوق هي شايفينه هون، هذا هو الاف equals k. إذا الـ general solution راح يطلع 3 x to the power 4 y squared plus x to the power 5 y cubed plus 0 equals k. إذا هذا هو الـ general solution. إذا لاحظوا إنه أنا طلعت الـ general solution للمعادلة الثانية واللي هي أصلاً equivalent المعادلة الأولى. إذن هذا الحل الأولى. إذن خطوات الـ convert to special to integrating factor sorry convert to exact لازم يعطيني الـ special integrating factor، هاي أول خطوة لازم يعطيني إياه، بضربه بالطرفين وبحولها لـ exact، بتأكد أن exact أحسن عشان أضمن أنه شغلي صح. بعدين بعد ما تأكدت أنها exact باجي بطبق قانون الاكزاكت، انه الاف بشتقها بالنسبه لاكس تعطيني ام، اذا بكامل الطرفين بالنسبه لاكس برضه بشتقها بالنسبه لواي وبتساوي لي الطرف الثاني، وبطلع قيمه الجي، وبعدين بيطلع معي الجنرال سولوشن جاهز. نشوف الان اذا في اي اسئله. سؤالنا انه طيب لو هو ما اعطاني هلا السبيشال انتجريتنج فاكتور شو اعمل؟ اذا انا حكيت لكم بالامتحان انت مطلوب منك اما انه يعطيك السبيشال انتجريتنج فاكتور زي هذا السؤال، او هو يحكي لك اوجد السبيشال انتجريتنج فاكتور وبعدين حلها، او ممكن يحكي لي بس اوجد السبيشال انتجريتنج فاكتور فما بده يحلها. هلا اول طريقه حخلصنا منها، اذا انا اعطيتك السبيشال انتجريتنج فاكتور هشوفتوني كيف حليتها. هلا اذا هو ما اعطاني اياه بيحكي لي في عندك تو رولز عشان توجد السبيشال انتجريتنج فاكتور، بس للاسف هذول التو رولز ما بتطبقوا على كل شيء، يعني هي حالات خاصه. اذا زبطوا زبطوا، ما زبطوا لازم هو يعطيني اياه. طب شو من حالتين الخاصات؟ بيحكي لي انت عندك المعادله ام دي اكس زائد ان دي واي ايكوال تو زيرو، هاي نوت اكزاكت. انت اكتشفت انها نوت اكزاكت، اذا معناها بدي اطلع سبيشال انتجريتنج فاكتور. بيحكي لي بتمسك الام بتشتقه بالنسبه لواي، بتطرح منه ان مشتقه بالنسبه لاكس تقسمها على نفس الان. وانتبهوا لهي عشان تحفظوها كثير سهله، الان تحت الان شايفينها؟ الان تحت الان، والاكس مع هاي الاكس، يعني يطلع الجواب فانكشن اوف اكس. اذا طلع الجواب مثلا اكس تربيع واي خطا، اذا طلع الجواب واي تربيع خطا، اذا طلع جواب هاي اكس كويس، طلع جوابها ساين اكس ممتاز، واحد ممتاز، فانكشن اوف اكس. اذا طلعت فانكشن اوف اكس بقول لي دائما وابدا السبيشال انتجريتنج فاكتور ما راح يطلع عندي ميو اكس واي، بس ميو اكس هو عباره عن اكسبوننشال لتكامل الجي، هذا الجي نفسه اللي ظهر معنا. طيب ممكن اطرحهم واقسم وما يطلع معي فانكشن اكس، بقول لي الغيها، هاي الطريقه ما بتزبط، تعال لي على الطريقه رقم 2، اعكسهم، خذ الان ناقص الواي ناقص الام. شوف ما دام حكيت الان صب اكس ناقص الام صب واي فبقسم على ام، واذا حكيت الواي يعني لازم يطلع فانكشن اوف واي. انا بساعدك كيف تحفظهم. فاذا قلبتهم
وطلع فانكشن اوف واي بنقول ممتاز، اذا الاولى بلغيها، الاولى بلغيها وبرجع الثانيه، فتكامل راح يطلع ميو اوف واي في يساوي اكسبوننشال تكامل الجي اللي حصلت عليه. هلا اذا هاي ما نفعت وهاي ما نفعت، لازم هو يعطوني ان انتجريتنج فاكتور. اذا انا عندي بس 3 طرق، اما اجرب يطلع فانكشن اوف اكس، او اجرب بالعكس ويطلع فانكشن اوف واي، او ولا واحده في هذول تزبط ويعطيني هو الانتجريتنج فاكتور. فالثالثه لا تخاف وانا بعطيك اياها. طيب نرجع للاولى والثانيه، بس اتذكر انه لازم يكون فانكشن اوف اكس بهاي الصوره، الثانيه فانكشن اوف واي، يعني اذا الاولى اعطتني فانكشن اوف واي خطا. بيحكي لي فايند ا سبيشال انتجريتنج فاكتور ذن سولف ذا ايكويجن. هو فعليا مرات هيك بيحكي لي سولف ذا ايكويجن واسكت. فانت اذا ما كانت اكزاكت اذا معناها بدي سبيشال انتجريتنج فاكتور. فانا بس هون حكي لي 100% اوجد سبيشال انتجريتنج فاكتور، ذا نمبر 1 بدي اوجد سبيشال انتجريتنج فاكتور. فباجي بحكي انا عندي الام هو عباره عن 2 ساين واي سكويرد، وعندي الان هو عباره عن اكس واي كوساين واي سكويرد. هلا بطلع ام صب واي عشان اتاكد كمان هي مو اكزاكت اصلا. 2 ب 2 بتصير 4، التشين رول كوساين واي سكويرد، وفي عندي واي بس بحطها هون. الان الانصب اكس هي عباره عن مشتقه الاكس واحد، فبتضل هاي زي ما هي كوساين واي سكويرد. هلا لاحظوا انها مو اكزاكت، اذا بدي اشوف هل في لها سبيشال انتجريتنج فاكتور ولا لا. عشان اتاكد فباخذ اي واحده منهم عشوائيا، مثلا باخذ هاي ام صب واي على ناقص ام صب اكس، ما دام الثانيه ان اذا لازم اقسم على ان، ولازم يطلع الفانكشن اوف اكس. هيها لازم يطلع الفانكشن اوف اكس، نتاكد 4 واي كوساين واي سكويرد ماينس واي كوساين واي سكويرد على ان، الان اللي هو عباره عن اكس واي كوساين واي سكويرد، بقدر اخذ عامل مشترك من البسط، فبتصير 4، او حتى ما في داعي على مشترك طلع فلتين زي بعض، 4 ناقص 1 بتصير 3، اذا دول نفس بعض، 3 واي كوساين واي سكويرد على اكس واي كوساين واي سكويرد، بتخلص من كل تيرمز تبعين واي، اذا 3 على اكس، اذا هذا هو جو اف اكس. هذا مو السبيشال انتجريتنج فاكتور، هذا الجي. اذا الاولى زبطت ما في داعي اروح على الثانيه. اذا خلص السبيشال انتجريتنج فاكتور راح يطلع فانكشن اوف اكس هو اكسبوننشال لتكامل الجي، يعني 3 على اكس، وبالتالي اكسبوننشال ل 3 لوغاريتم الاكس، لو اخذنا ال 3 فولد فبيصير عندي اكسبوننشال ناتشرال لوج اوف اكس كيوب، اختصروا بعض بضل عندي اكس كيوب. اذا السبيشال انتجريتنج فاكتور هو فانكشن فقط اوف اكس، ما بيعتمد على واي، فبيصير اكتب ميو اوف اكس اكس كيوب. هذا الفانكشن هو اسمه السبيشال انتجريتنج فاكتور. اذا ما زبطت هاي الاولى راح اروح على الثانيه، ان صب اكس ناقص ام صب واي على ام، بيطلع فانكشن اوف واي. فاذا طلع فانكشن اوف واي بطلع سبيشال. اذا لا الاولى زبطت ولا الثانيه زبطت، معناها انا ما عندي طريقه بتزبط بهدول، لازم هو يعطيني اياها بالسؤال. فلما يحكي لي احفظوها، لما يحكي لي فايند سبيشال انتجريتنج فاكتور، معناها خلاص لازم تزبط واحده من هذول التنتين، لانه ما اعطاني طريقه ثالثه. طيب رقم 2 سولف ذا ايكويجن. عشان سولف ذا ايكويجن اذا معناها لما اضرب السبيشال انتجريتنج فاكتور هذا، لما اضربه بالمعادله لازم تصير اكزاكت. نشوف شو المعادله. اذا 2 ساين واي تربيع 2 ساين واي سكويرد دي اكس بلس الثانيه اللي هي اكس واي كوساين واي سكويرد، اكس واي كوساين واي سكويرد دي واي ايكوالز تو زيرو. هاي بحكي لي لما تضربها راح تصير اكزاكت. ناخذ سبيس. هلا نضرب الاكس فيها، فبتصير عندي 2 اكس كيوبد ساين واي سكويرد دي اكس بلس اكس تو ذا باور 4 y cosine y squared dy equals to zero. هاي 100% exact، بس يفضل انه نجرب نتاكد عشان نشوف انه حسابنا صح للانتجريتنج فاكتور ولا لا. اذا فقط للتاكيد، لكن هي المفروض تطلع exact. هلا الام الجديده انسى كل اللي فوق، هاي الام الجديده وهاي الام الجديده، وبدنا نشتغل على هاي المعادله. اذا نشتق بالنسبه ل y ام صب y equals مشتقة بالنسبة ل y 2 ب 2 بتصير 4 x to the power 3 y cosine y squared. هلا ان صب x
لما اشتق خمس بالاكس بتنزل الاربعه تحت، فبتصير عندي 4 اكس تو باور 3 واي كوساين واي سكويرد، الواي كونستنت فبتضلها زي ما هي. لاحظوا انه هذول التنتين زي بعض، ام سب واي ايكوز ان سب اكس، فقط للتاكد اكزاكت صح 100%. اذا شغلنا صحيح. هلا نكمل هاو تو سولف ذيس ايكويجن كمان مره. السولوشن راح يكون شكله اف سب اكس واي بيساوي لي كونستنت. هذا السولوشن عشان اطلعه بدي احل معادلتين اللي هي ام سب واي، سوري ام سب اكس، الاف سب اكس بتساوي لي ام، اف سب اكس بتساوي لي ام، هي معادله رقم واحد. معادله رقم اثنين اف سب واي بتساوي لي ان. هلا عشان احل معادله رقم واحد بدي اكامل الطرفين بالنسبه لاكس، فلما اكامل الطرفين بالنسبه لاكس هذا بصير اف. اذا صارت معادلتي الاولى اف اوف اكس واي بيساوي تكامل الام. الام اللي عندنا خلينا نقوله صح، اللي هو عبارة عن بعد ما ضربنا، شايفين بعد ما ضربنا صار عندي 2 اكس كيوب ساين واي سكويرد دي اكس، هاي بدي اكملها هلا بالنسبة لاكس، فراح يطلع معي فانكشن اوف واي دائما. اذا بنكامل بالنسبة لاكس فبتصير عندي الجواب 2 اكس قوة 4 على 4 يعني نص، اكس قوة 4 ساين واي قوة 2 زائد كونستانت اوف واي. احكي لي هاي بدك تعوضها باثنين، طب كيف بدي اعوضها باثنين؟ اذا لازم اشتقها بالنسبه لواي، اذا لاحظت اول مره كاملتها بالنسبه لاكس بعدين بشتقها بالنسبه لواي، اذا صب واي نشتق بالنسبه لواي. هلا اثنين في واي تربيع، الاثنين بتروح مع اثنين بتصير واحد، فبتصير عندي اكس قوه 4 واي، الساين بتصير طبعا كوساين واي سكويرد بلس جي برايم اوف واي. هاي بدنا نعوضها ان 2، ان 2 هاي 2 شو بتحكي لنا 2؟ تحكي لنا انه الاف سب واي، هاي الاف سب واي لازم تساوي لي الان، لازم تساوي لي الان. اذا اف سب واي هي اكس تو ذا باور 4 واي كوساين واي سكويرد بلس جي برايم اوف واي تساوي الان. ايش هي الان؟ نرجع نقول الان من فوق، الان هي عباره عن اكس قوه 4 واي كوساين واي سكويرد، اذا اكس باور 4 واي كوساين واي سكويرد. هلا بتاكد من شغلي صح ولا لا؟ اذا ما ظل فيها اكس صح، لانه هاي راحت مع هاي تماما، فاذا جي برايم اوف واي ايكوالز تو زيرو كامل الطرفين، جي اوف واي از زيرو بلس كونستنت، اترك لي الكونستنت للاخر. اذا هلا انا ذاكر الحل كان قدامي هيو زي هيك، فبصير الجنرال سولوشن نكتبه 1 هاف اكس باور 4 ساين واي سكويرد بلس جي يعني بلس زيرو equals constant. هذا هو الجنرال سولوشن. اذا زي هذا السؤال، اذا بده يجيك سؤال اسئله طويل بحكي لك بارت 1 اثبت انه سوري اوجد سبيشال انتجريتنج فاكتور، بارت 2 حلها يعني استخدم هذا السبيشال انتجريتنج فاكتور في حلها، فبتجرب ام سب واي ناقص ان سب اكس ما زبطت، بتجرب ام سب ان سب اكس ماينس ام سب واي على ام بيطلع فانكشن اوف واي، بعديها بترجع بتحلها زي ما تعلمنا اول عن المعادلات الاكزاكت. نعمل انميوت عشان نشوف اذا في حدا عنده اي استفسار على السبيشال انتجريتنج فاكتور الطريقه الاولى. مين عنده سؤال؟ تمام ممتاز. اذا نيجي هلا للسؤال اللي بعده، الاسئله اللي بعده. طبعا هون انا حاطط لكم اكسرسايز، هذا الاكسرسايز جربوه انتم وقارنوا حلولكم مع بعض تتاكدوا حلكم صح ولا لا. زي ما حلينا قبل شوية الاكسرسايز بيحكي لنا solve this equation. طبعا هاي أكيد هي not exact، أنا راح أحكي لك جرب not exact، فطلع ال special integrating factor وبلش حل فيها بعدين. جرب أول شيء بالنسبة لX، يمكن ما راح يزبط معك، أنا حاولت أحط لك مرة هذيك X وهي المرة Y، فحلها باستخدام Y وبصير أمورها 100% تمام إن شاء الله. هلأ السؤال اللي بعده رجعنا ل لا بيزبط الطريقه واحد ولا اثنين. لاحظ حكي لك given that the special integrating factor is a function of x and y. طب ما دام حكى لي ان x and y، ما حدا يجي يقول لي اوكي انا هلا ال special integrating factor راح يكون n m sub y ناقص n sub x على n. هذا الحكي خطا، لانه هذا راح يطلع function of x and y، هي شايفينه، فهي ما تستخدم نهائيا الا لما يكون ال integrating factor. مثلا لو حكى لي given that the special integrating factor is x to the power n، هي فانكشن اوف اكس، فبتقول خلص ما بعرف، وانا بطلع الجواب بالقانون اللي قبل شويه وبقارنه وبيطلع معي قيمه ان.
اما اسئله زي هيك لا، بدك تتقيد بالتعريف الاصلي، لانه هذا فانكشن اوف اكس اند واي. شو بعرف عن سبيشال انتجريتنج فاكتور؟ بعرف شغله، اذا ضربت سبيشال انتجريتنج فاكتور بهاي الايكويجن بتصير اكزاكت. اذا معناها اذا مسكنا الميو اللي هي اكس قوه 3 في واي قوه ان، اذا برجع للتعريف الاصلي، ما بستخدم القانون نهائيا في هاي المساله، لانه الفانكشن اوف اكس اند واي. اذا هاي المعادله ضربتها بالسبيشال انتجريتنج فاكتور كلها، هاي بتصير هيك اكزاكت. اذا عشان اطلع قيمه ان راح اوزعهم اول، بعدين احكي ام صب واي بتساوي ان صب اكس، اذا نضربهم اول مع بعضهم فراح يعطوني المعادله التاليه: 12 اكس تو ذا باور 3 واي تو ذا باور ان بلس 5 اكس تو ذا باور 4 واي تو ذا باور ان بلس 1. هي ضربت القوى مع بعضهم، هاي كلها دي اكس بلس هلا 6 اكس تايمز واي تو ذا باور ماينس 1، لما اضربها في التيرم اللي عندي بتصير اكس تو ذا باور 4 واي تو ذا باور ان ماينس 1. بعديها 3 اكس تو ذا باور 5 واي تو ذا باور ان، لانه 1 ضرب واي قوه ان هي هون، واكس تربيع ضرب واي اكس تكعيب هي قوه 5، دي اي دي واي ايكوالز تو 0. اذا هاي اكزاكت، معناها لازم يكون عندي الام صب واي بيساوي الان صب اكس. اذا الام صب واي خلينا نشوف شو هي. ام صب واي اللي هي عباره عن 12 ان اكس كيوبد واي تو ذا باور ماينس 1 بلس هلا 5 تايمز ان بلس 1 اكس تو ذا باور 4 واي تو ذا باور ان. هاي الاولى. الثانيه ان صب اكس، اشتق الثاني بالنسبه لاكس، اذا 24 اكس تو ذا باور 3 واي تو ذا باور ان ماينس 1 بلس 15 اكس تو ذا باور 4 واي تو ذا باور ان. هذول التنتين بدك تساويهم مع بعض، بدنا نحكي ام صب واي لازم تساوي ان صب اكس. بس تذكر اذا في عندك بولينوميالز بتساوي، معناها لازم تقارن المعاملات، يعني القوه هاي بدك تساويها بالقوه اللي تحتيها عشان تساوي هذول تو بولينوميالز، والقوه اللي عندك هون بتساويها بالقوه اللي زيها. اذا ظهر عندك اي تير مو موجود زيه تحت يعني معامله صفر، تذكر بتساوي بالصفر. فاذا هذول تو بولينوميالز بتساوي مع بعض الا اذا كان 12 ان بدها تساوي لي 24، هاي مع هاي، وكمان لازم تكون هاي بتساوي هاي، وراح يكون عندي 5 تايمز ان بلس 1 بتساوي لي 15. حل اي معادله منهم بسيطه، ان تساوي 2، هاي او هاي، لانه انا بكفيني بس معادله واحده لمجهول واحد، متى بضطر استخدم المعادله الثانيه؟ لو كان حاط لي مجهولين ام وان، يعني زي الاكسرسايز اللي معطيكم اياها كمان شوي، اكس قوه ان واي قوه ام، فراح يطلع معك ام وان معادلتين وبتحلهم، راح احط لكم اكزامبل زي هيك. اذا هاي عندي المعادله، لاحظتوا كيف بعد ما سويتهم بعض قارنت معاملات الباورز، الباورز زي بعض معاملاتهم زي بعض، حليت المعادلات. بحكي لي الاكسرسايز الاول سولف ذا ابوف ايكويجن، هاي الايكويجن هلا انت عرفت شو الانتجريتنج فاكتور تبعها. الانتجريتنج فاكتور صار زي هيك، ميو اوف اكس واي هو عباره عن اكس واي، اتوقع هاي بتذكر تكعيب كانت، نعم، والثاني ان يعني تربيع. فاذا هذا السبيشال انتجريتنج فاكتور هاي معطيك اياه بالسؤال، لانه مو من الشكل ميو اكس ولا ميو واي، هو هايبريد بتوين اوف ذيم. فاذا بتمسكه وبتضربه بالمعادله زي ما ورجيتكم قبل شوي، بتصير اكزاكت وبتحلها. السؤال اللي بعده، الاكسرسايز اللي بعده كمان بيحكي لي انه هلا صعبنا شوي الامور، عندي ام وان مفقودات، وهاي المعادله اكزاكت، سوري بتصير اكزاكت. ليش بتصير اكزاكت؟ لانه حكي لي هذا سبيشال انتجريتنج فاكتور، فبتقدر تطلع لي ام وان، اعمل نفس الخطوات اللي عملتها بالضبط، تمسك وتضربه، تشتق بالنسبه لواي، تشتق هاي بالنسبه لاكس، بتساويهم ببعض، المعاملات بتساوي القوى، تساويهم مع بعض بيطلع عندك معادلتين بتحلوا. وخليني اسمع اذا في اي تعليق على الاكزامبل او اي سؤال. في حد عنده اي سؤال؟ كمان شو في عندنا اكزامبلز؟ عادة يعني سؤال زي هذا ممكن اجيب لك اياه مثلا مالتيبل تشويس، فايند ام لحالها، فايند ان لحالها، ممكن اطلبك الثنتين طبعا. يعني بدك تصير انت، هي راح اعطيك سؤال على سنتين، هي سؤال فيه تو انونز، الاثنين هذول شايف؟ الان كمان مره الميو
of x y شكله المره هاي اكسبوننشال مضروب في y قوه n از سبيشال انتجريتنج فاكتور لهاي. كمان مره باكد ما واحد يجي يستخدم لي القانون اللي اعطيتكم اياه انه اذا يطلع جي اوف اكس او جي اوف واي، لانه اصلا هي شايفينه فانكشن بتو فاريبلز، فالطريقه تبعت الميو الام صب واي ناقص ان صب اكس على ان هاي ملغيه، هاي فقط اذا كان بس حاذف لي الواي، لو حاذف لي الواي وخلى لي اياها بس باكس او حذف لي الاكس وخلى لي اياها بالواي استخدمها ما فيها مشكله. هون انا بدي اجي احكي اي اي تو ذا باور اي اكس واي قوه ان اذا ضربناها في ال 3y e to the x minus y to the power minus 1 dx plus 2e to the x dy equals to 0. هاي اذا ضربناها فيها بتصير اكزاكت. اذا انا راح اشكل معادلتين هلا عشان اطلع قيمه a و n. طيب خلينا نضربهم اول شيء. لما تضرب ال a مع ال e، طبعا ال e مع ال e وال y مع ال y، بيطلع عندي 3y قوه n plus 1، هي جمعنا القوى. كمان لما نجمع قوى ال e AX زائد X يعني معناها A زائد 1 X اللي هي معناها AX زائد X. كمل لما تضرب الـ A بواحد بظلها A قوة X اللي هي E قوة AX. الـ Y لما تضربها مع الـ Y قوة N بتصير N minus 1. هاي هيك خلصنا من أول طرف. هلأ نضرب الطرف الثاني الاثنين، لما نضرب الـ E بتصير E قوة A زائد 1 ضرب X، لأنه أنا في عندي E قوة X وفي عندي AX. الواي لما تضربها بواحد بتصير واي قوة ان بتضلها زي ما هي، وهي دي واي، هاي حكينا تساوي صفر اكزاكت. اذا انا عندي هون الام متاكد منها وهاي الان، اذا اشتقيتهم وسويتهم بعض بطلع قيم الثوابت. اذا نحكي ام صب واي بتساوي لنا اشتقه بالنسبه لواي هلا، اذا 3 تايمز ان بلس 1 واي قوة ان e قوة a plus 1 times x، هاي ما لها دخل ثابت، ناقص n minus 1 e قوة ax y قوة n minus 2. هاي كل الطرف الأول. هلأ n sub x بتساوي لنا اشتق هاي بالنسبة ل x، إذا ما علي إلا بس أنزل الثابت اللي مع ال exponential a plus 1 e قوة a plus 1 x y قوة n، بدنا نسويهم ببعض. إذا لازم أم صب واي بتساوي أم صب إكس. أيوه، وأشكل منهم زي ما حكينا معادلات. بس بدي أساوي الحدود اللي زي بعض. لاحظ أنا في عندي هون لما أسويهم ببعض في عندي هذا الحد هيو الباور هاي مع الإكسبوننشال بيساوي لي هاي. بس هذا ما في زيه موجود شيء هون، شو حكينا؟ حكينا زائد صفر، لأنه هذا مش موجود زيه. فإذا الأولى بتساوي الأولى والثانية بتساوي صفر، أي حد مفقود بأي طرف هو equals to zero. إذا أنا بشكل عندي هيك معادلتين 3n plus 1 equals 2 times a plus 1، هي معادلة رقم واحد. معادلة رقم اثنين اللي هي minus n minus 1 equals to zero، هي معادلة رقم اثنين، لأنه الحد الثاني ما في زيه موجود بالطرف الآخر. طبعا أكيد أسهل علينا نحل معادلة رقم اثنين n equals 1، بعوضها بمعادلة رقم واحد بتعطيني 3 ب 2 بتساوي 2 في a plus 1. إذا 2 مع 2 بتروح، إذا a plus 1 بتساوي 3، إذا a بتساوي 2. إذا هي عرفت قيمة ال n وعرفت قيمة ال a، وكمان عرفت قيمة ال integrating factor اللي هو e قوة 2 x times y. هاي ال integrating factor، طلبني ال integrating factor فقط، ما حكى لي حل المسألة. إذا خلص أوجدت قيمة ال integrating factor. exercise لكم بحكي لك طيب يلا حل لي هاي المسألة على اعتبار اني انا معطيك معناها الانتجريتنج فاكتور. هلا ممكن اجيب لك السؤال زي هيك مباشره، احط لك هون اثنين واحط لك هون واحد جاهزه، واحكي لك هذا هو الانتجريتنج فاكتور، سولف ذيس ايكويجن. اذا انت هذا الحكي كله ما راح تعمله، راح تبلش مباشره تضرب وتحل. اما هذا السؤال هون بحكي لي لا، انت بدك تحزر الشكل الانتجريتنج فاكتور، انا معطيك جنرال فورم له. خلينا نعمل انميوت ونتاكد اذا في حد عنده مشكله او الكل فاهم هذه الطريقة قبل أن ننتقل للطريقة اللي بعديها. في حد عنده أي سؤال؟ طريقة جديدة وما راح نكملها كلها، بسيطة يعني، راح ناخذ جزء منها وأخلي آخر تو إكزامبلز منها المرة الجاي عشان نظلنا محافظين على إنه نراجع المادة. فإذا إحنا صرنا ماخذين أربع طرق: سيبرابل، لينير، إكزاكت، كونفيرت تو إكزاكت. الآن الطريقة اللي بعدها اللي هي اسمها سبستيتيوشن. طرق السبستيتيوشن إذا راح أحكي عنها، اللي هي عبارة عن سكشن لو 2 6 substitution method.
نمبر 1. نمبر 1 اللي هي برنولي. طيب الآن راح ناخذ ثلاث طرق سبستيتيوشن. من اسمها سبستيتيوشن يعني زي التعويض، زي التكامل بالتعويض. راح تاخذ انت تعويض معين، بتحول المعادله لشكل اخر من الاشكال الثلاث اللي عرفناهم احنا. اول احنا اخذنا سيبرابل، اخذنا لينير، اخذنا اكزاكت، واخذنا كلوز تو اكزاكت. بيحكي لي هسه راح اعطيك ثلاث طرق، هدول الثلاث طرق بيحولي لهم معادلات للطرق القديمه. يعني معناها ما في هلا شيء جديد، بحول لطرق من الطرق القديمه، اما بحولها لينير او بحولها سيبرابل او بحولها اكزاكت مثلا، وبرجع بحلها تمام. اذا انا في عندي ثلاث طرق سبستيتيوشن بالاضافه للاربعه، هاي سبع طرق راح نتعلمهم. هاي الطريقه الاولى اسمها برنولي. ليش سميناها برنولي؟ لانه هاي الايكويجن اسمها برنولي ايكويجن. برنولي ايكويجن، برنولي ايكويجن كيف صيغتها العامه؟ بيحكي لي y برايم بلس p اوف اكس واي ايكوالز q اوف اكس واي قوه n، والان اي ريال نمبر، ممكن تكون نص، ممكن تكون سالب 4، ممكن تكون 5، whatever. اذا كانت انا مشكلتي هلا لما تكون الان ما بتساوي لي صفر ولا واحد، بتكون هاي مستحيل لينير. طبعا ما دامت مستحيل لينير وفي عندي جمع هون، فلا يمكن تكون سيبرابل، ممكن تكون اكزاكت، بس على الاغلب مو اكزاكت. فاحنا بدنا نفرض انه ولا بتزبط على الطريقه من الاول، شو بدي اعمل؟ بحكي لي اول شيء احفظ انه معامل الواي لازم يكون واحد عشان تبلش شغله. اذا ستاندرد فورمولا البرنولي ترى كثير بتشبه اللينير، بس مشكلتي بهذا التيرم، لو اختفى هذا التيرم بتصير لينير. بقول ما دام مشكلتك بهذا التيرم واذا اختفى بتصير لينير، فاول طريقه سبستيتيوشن انه نعوض شيء بحولها لينير. بحكينا في فاكت بتقول لك كونفيرت انتو لينير باي سبستيتيوشن. هاي السبستيتيوشن في بتساوي واي قوه واحد ناقص ان. اذا عوضت في بتساوي واي قوه واحد ناقص ان وبدلت الواي بفي، الواي برايم في برايم، تتحول للينير. اذا تقريبا فهمنا كيف الطريقه، حولها للينير وبعدين حلها، عشان هيك سميناها سبستيتيوشن. انا بدي اعمل سبستيتيوشن واحولها لشكل ثاني. اذا بنحكي كل معادلات برنولي بتحولوا للينير. قبل ما بلش اتعلم كيف بدي احلها، بدنا نشرح بس كيف تتحول للينير. هذا السبستيتيوشن كيف بحولها للينير، وافرض اني انا مو حافظها، بدي اعطيك اشتقاقها من اول، تضلك تعملها. اذا اول خطوه عشان احولها للينير، مثلا هي مساله بقول لي حولها للينير، كيف بدي احذر هذا السبستيوشن؟ طلع شو بنعمل. بنحكي اول مشكله عندي انا بهذا الحد، لو انه مش موجود كان صارت لينير، فبقسم على هذا الحد. اذا اول خطوه قسمت على واي قوه نص، هي صارت بالطرفات سالب نص، زائد 3 اكس واي قوه واحد ناقص نص، لانه فيها قوه واحد، تساوي 4 في اكس تربيع. لاحظ واحد ناقص نص اللي هي اجت هون. الخطوه اللي بعديها بحكي لو هاي كانت واي كان صارت لينير. اذا باجي بحكي ستيب 1 ستيب 2، افرض انه في بتساوي الواي قوه واحد ناقص الان، الان اللي هي النص، لاحظتوا هي الان، هاي الان اللي بالمعادله هي النص، فواحد ناقص نص يعني افرض انها الواي بتساوي الفي بتساوي واي قوه نص. طيب الخطوه الثالثه بدك تبدل كل شيء بدلاله واي بدلاله في. طب بدلنا الواي بدلاله في بالمساله، طب ظلت عندي واي برايم، اذا لازم اشتق الطرفين، في برايم بتساوي، استخدم التشين رول، نص واي قوه واحد ناقص نص يعني ناقص نص في واي برايم. اذا استبدل الواي قوه نص بفي، واستبدل الواي برايم مضروبه بواي قوه ناقص نص بنص في برايم للمعادله. بس المعادله ما في عندي نص هون، انت حر يا بتضربها بنص يا بتقسم، فانا راح اضربها بنص احسن. اضرب كل المعادله بنص عشان تصير زيها. اذا هاي المعادله اضربها بنص صارت نص واي قوه ناقص نص واي برايم زائد 3 على 2 اكس واي قوه نص ايكوالز، ضربنا بنص بتصير 2 اكس تربيع، نفس المعادله بس ضربتها بنص. الان لاحظ هاي كامله، هيها صارت موجوده هي في برايم، اذا نستبدل صارت في برايم بلس 3 على 2 اكس، هاي نفسها كامله موجوده هي الفي ايكوالز 2 اكس تربيع. اذا هاي لينير ايكويجن وكاتبها بالستاندرد فورم. اذا اي معادله برنولي بالخطوات اللي عملتها انا بتحول لك اياها للينير. ولاحظ مرات بسالك، راح اورجيك اياها سؤال بالامتحان، بسالك بس شو هو السبستيتيوشن بحولها للينير، لا تحولها. فاذا بدك السبستيوشن بحولها للينير احفظها اذا بتحب، بدل ما تعمل كل الاجراءات.
V بتساوي Y قوة 1 ناقص N، اللي هي يعني في سؤالنا V بتساوي Y قوة نص. إذا قال لي حولها كمل الخطوات. إذا هيك إحنا فهمنا in general، هلا نحط هيك in general how to solve Bernoulli differential equation. أول step نتخلص من الحد اللي هون، إذا بقسم عليه so divide باي، طبعا لما تكون بهذا الفورم واي قوه ان، اذا ما كانت بهذا الفورم حولها بعدين اقسم. اذا بتصير واي قوه ناقص ان واي برايم بلس بي اوف اكس واي قوه 1 ناقص ان لاني قسمتها بتساوي كيو اوف اكس. الخطوه اللي بعديها انا لازم تصير هاي عندي في او يعني واي، وهاي لازم تستبدل، فباجي بحكي ستيب 2 ست v بتساوي y قوة 1 ناقص n. الآن إذا ال v برايم بتساوي لي 1 ناقص n في y قوة ناقص n في y برايم حسب التشين رول. أيوة بس هاي شايفينها هون دائما وأبدا، هاي بتشبه ال v برايم بس في عندي كونستنت ناقص، هي ال 1 ناقص n. فإيش رأيكم نضرب فيها ستيب؟ هاي مش إجباري الضرب فيها، إذا ضربت في الكونستنت ما بدك اقسم عليها وعوض عادي. إذا ستيب رقم 3 خلينا نضرب بالكونستانت إذا بتحبوا عشان تكون شكلها ستاندرد. فلما أضرب بهذا الكونستانت كل المعادلة صار شكلها زي هيك y قوة 1 ناقص n equals 1 ناقص n q of x. هاي بس عشان يصير الشكل لها، إذا بدل هاي كلها الآن، هاي كاملة هيك صارت v برايم وهاي كاملة صارت v، إذا 1 ناقص n q of x هاي صارت v equals 1 ناقص n q of x. في هون شيء انمسح على ما اذكر، هاي شو صارت؟ هاي y قوة ناقص n، ما بعرف ليش مسحت. طيب اذا لاحظوا هاي صارت لينير لينير، بس صارت البي الجديد، انتبهوا هاي البي الجديده والكيو الجديده هيها، فبنحل اللينير اكويجن وبنحول بعدين بنرجع البي بدلاله الواي. اذا خطوات كمان مره سهله، بتقسم على y قوة n عشان تخليها q of x، بتفرض الطرف الموجود مع ال p بتفرضه v، بعدين بتبدل المشتقة، في ثابت مرات بدك تحاول تضرب عليه أو تقسم عليه أنت حر، المهم تبدل ال v برايم وتطلع معك linear. أحل سؤال وأسمع منكم إذا في questions عليها. إذا بحكي لي solve the following differential equation 100% هاي not linear، السبب أنا في عندي هنا y تكعيب فمستحيل تكون linear. لا ما راح تكون separable لأنه مجموعة الواي مع الإكس المشكلة، فكيف ما حاولت تفصلها ما بتنفع معي. فإذا أقرب شيء راح تكون ممكن تكون إكزاكت، بدك تجرب طبعا، بس واضح لو إني قلبتها بتصير ناقص إكس تربيع، فإذا هاي مشتقتها بالنسبة لواي 3 واي تربيع زائد 2 إكس، مشتقتها بالنسبة لإكس هاي 2 إكس، فشوفوا مش إكزاكت بالمرة، ممكن تكون convert to exact، بس الأسهل من convert to exact هي البرنولي، فأنا بفكر إني أحولها برنولي، فبقسم على دي إكس بقسم على دي إكس عشان تصير واي برايم، فصارت عندي هلأ إكس تربيع واي برايم ناقص 2 إكس واي بتساوي واي تكعيب، بس عندي الترتيبها جبت هاي بجنبها. إذا لاحظ هاي شكلها برنولي بس مو ستاندرد، إذا واي برايم ماينس 2 على إكس قسمت على إكس تربيع بتساوي 1 على إكس تربيع واي تكعيب، إذا هاي تكعيب هاي حكينا. إذا المعادلة برنولي with n equals 3، فإذا ما دامت برنولي with n equals 3 أنا هسه بقدر أحلها على إنها لينير. الخطوات إما بكون حافظ الفرض اللي هو v بتساوي y قوة 1 ناقص n يعني قوة ناقص 2، أو بشتغل، أنا بحب أشتغل دائما الشغل كامل، هي بقسم على المعامل اللي بالطرف الثاني، فصارت عندي y قوة ناقص 3 y برايم ماينس 2 على x y قوة ناقص 2 بتساوي 1 على x تربيع. لاحظ صارت شبه لينير بس ضايل علي افرض هذا الجزء، هي انا فرضته قبل شوي هون، اخذ شوية سبيس زيادة. اذا فرضنا ال v بتساوي y قوة ناقص 2 وبالتالي v برايم بتساوي ناقص 2 y قوة ناقص 3 y برايم، دائما هاي بتشبه هاي بس في عندي ثابت هون، هون ناقصني ثابت الناقص 2، فنضرب بالناقص 2 عشان تصير ستاندرد. اذا ناقص 2 y قوة ناقص 3 y برايم زائد 4 على x y قوة ناقص 2 بتساوي ناقص 2 على y تربيع
على اكس تربيع، يلا استبدل كل هاي محلها في برايم، هاي في برايم بلس 4 على اكس وهاي في ايكوالز ناقص 2 على اكس سكويرد، وفي هنا بضل ينمسح منها اشياء اللي هي كانت اصلا ناقص، نسيت شو كان عندي هون قسمت، فالمفروض تكون في عندي هون واي يكون ناقص 2 على ما اظن، وفي عندي ما في 2 يكون ناقص 3 سوري، فبالتالي بعد ما قسمت صارت زي هيك. طيب الان حكى لي حلها، فاذا عشان احلها بدي احولها للانتجريتنج فاكتور، هاي الستاندرد واضحه، هاي البي اوف اكس وهاي عندي هون الجي اوف اكس، فاذا ميو اوف اكس هو عباره عن تكامل، طبعا اكسبوننشال تكامل الانتجريتنج اللي هو البي اوف اكس عشان اعطي الانتجريتنج فاكتور، اذا اكسبوننشال لاربعه لان الاكس ودي الاربعه فوق، فبتصير اكسبوننشال ناتشرال لوج اكس تو ذا باور 4، اذا هي اكس تو ذا باور 4. تمام، اذا الفي اوف اكس لاحظ انا بحاول بحل بالنسبه لفي، اذا في اوف اكس بتساوي 1 على ميو يعني 1 على اكس قوه 4 في تكامل الجي ضرب الميو اكس قوه 4 دي اكس، اذا هي عباره عن 1 على اكس تربيع، هاي بتصير اكس تربيع، اذا تكاملها ناقص 2 على 3 اكس تكعيب زائد كونستانت، اذا هي الفي اوف اكس، بس انا ما بدي الفي اوف اكس، انا بعرف ان الفي بتساوي واي قوه ناقص 2، بس مجرد تستبدلها وخلاص هيك صار عندك السولوشن، اذا 1 على واي تربيع بتساوي 1 على اكس تربيع في ناقص 2 على 3، طبعا هي مو اكس تربيع، هي اكس قوه 4 بس انا مخربط فيها، هي قوه 4، هي قوه 4، اذا اكس قوه 3 زائد سي، هذا هو الجنرال سولوشن، والسولوشن شكله امبليسيت، فاذا الجنرال سولوشن قدرت اطلعه باستخدام الفي وبعدين حولته بالنسبه لواي. فاذا كمان مره الخطوات، اذا كانت شكلها برنولي بحول احولها ستاندرد، فستاندرد فورم هي شكلها بس قسمت على اكس تربيع، بعدين اول خطوه بقسم على الواي قوه ان، فبتخلص منها بيطلع عندي الكيو اوف اكس هون، فلما قسمتها على الواي قوه ان ضربتها هاي في سالب 2 كلها كامله، اللي هي طبعا السالب 2 اللي بتعطيني المشتقه، عشان المشتقه هاي شايفينها، ضربت الواي فيها، بعدين استبدلت البي برايم والفي، فصارت بدلاله في برايم وفي صارت لينير، طلعنا الانتجريتنج فاكتور، طلعنا الحل العام لها، وبدلنا اخر شيء في بدلاله واي. خليني اشوف اذا في عندكم اسئله، يعني طريقه الحل هي مو شيء جديد، هي لينير، بس الخطوه اللي قبلها اني كيف احولها للينير. مين في عنده اسئله؟ طيب بضل عندنا تو اكزامبلز، هذا اكزامبل مالتيبل تشويس، والاكزامبل اللي بعده بس فيه انيشال فاليو بروبلم، نفس الاكزامبلز اللي اخذناهم قبل شوي، بس انا بدي اترك هذا الاكزامبل للمره الجايه عشان اربط المحاضره اللي قبليها براجعكم فيها بهذول الاكزامبلز. لاحظ الاكزامبل هذا زي ما وعدتكم انه في اكزامبل بيجي في الامتحان، بس اعطيني السبستيتيوشن اللي كونفيرت الايكويجن تو لينير انتو لينير، فاذا اول شيء بحولها على شكل ستاندرد برنولي وبعدين بطلع الفي، بس ما تكمل حل، فقط طلع لي الفي. المره الجايه ان شاء الله راح نحلها، بس خليني اخذ انزل الحضور والغياب من الليسته، هي عملنا لها داونلود. تمام، اذا ما في حدا عنده هيك بنكون احنا اليوم انهينا محاضرتنا، تعلمنا اليوم لغايه الطريقه رقم 5، راح يضل عندنا كمان طريقتين، سبستيتيوشن نمبر 2 سبستيتيوشن نمبر 3، هذول مو طرق جديده، هذول طرق بحولوني للقديمات وبرجع بحل بالطرق القديمه. يعني مين هم الاصليات؟ الاصليات هم ثلاث، لينير سيبرابل اكزاكت، الباقي كلهم بحولوك اما للينير بيرجعوك لاكزاكت بيرجعوك لسيبرابل. تمام، فاذا اذا ما حد عنده سؤال خلينا نعمل ليف وبنشوفكم ان شاء الله المحاضره الجايه. فخليني بالله، انت اللينير سهله انه حولتها ل 1 على اكس، حليتها زي ما هي محلوله. تمام، طيب هلا نتاكد انه هي فيها سيبريشن ولا لا، بس واضح انه دي واي على دي اكس عشان اعملها سيبريشن لازم انقل الواي هون، فاذا راح اكتب ناقص 1 على واي ناقص واي، طب اضربها بواي بتصير واي تربيع على واي، يعني توحيد مقامات، بتصير ناقص 1 زائد واي تربيع على واي، هاي اول خطوه. تمام، الخطوه اللي بعديها
بخلي الدي واي هون وبجيب الواي واحد على واي تربيع بجنبها، وبخلي الدي اكس بالطرف هذا طبعا مع السالب، بدون السالب ما في مشكلة، وبجيب الواحد على 2 في اكس ناقص 2. عملت هاي الخطوة، هاي اهم خطوة. هلا تمام. طيب انا بمشي معك خطوه خطوه، انت عارف هاي شو صار صح، وحدنا مقامات واخذنا السابع المشترك. هلا اضرب دائما وابدا اذا عندك كسر اضرب بمقلوبه، فلما تضرب مقلوبه هون اختفى، لما ضربت بمقلوبه طلع كيف صار. هلا هذا العدد اضرب بمقلوبه اختفى هون، اذا وين صار؟ تحت. هلا بدنا نكامل الطرفين. طب هاي مشتقتها موجوده فوق تقريبا ولا لا؟ بقول تقريبا موجوده لانه ناقصها 2، هاي 2 وهي نص صح. إذا النص ناتشرال لوج اللي هي الواحد زائد واي سكوير تمام ايكوالز. هلا هاي شو ناقص نص؟ اترك لي اياها هون برا. شو تكامل الواحد على اكس؟ لين الاكس ناقص 2 زائد كونستانت. هلا اضرب كل شيء باثنين، بتختفي هاي وبتختفي هاي بس بضل السالب. إذا صارت لين الواحد زائد واي سكوير بتساوي لين خلينا نحكي واحد على اكس ناقص 2. بس اذا بدك تبسط، عارف شو سويته؟ شايف السالب جبتها فوق، السالب جبتها فوق. هلا خذ اي للطرفين، خذ اي لهاي واي لهاي واي لهاي، طبعا الجمع بيصير ضرب صح. اختفت هاي مع هاي، طبعا الابسولوت فاليو الواحد زائد واي تربيع ما هي موجبه ما في مشكله. اختفت هاي مع هاي، صار عندي مطلق اكس ناقص 2 واي قوه سي، هاي اي قوه سي. بنكمل اذا بنحب نكمل ما في مشكله، واحد زائد واي سكوير بتساوي بلس ماينس اي قوه سي في اكس ناقص 2، لانه بدك تتخلص من مطلق حط بلس ماينس. كل هذا شو بنقدر نسميه؟ كي. واحد زائد واي سكوير بتساوي كي في اكس ناقص 2. هلا ممكن ما يطلع هذا نفس الجواب اللي عندك هناك ما في مشكله، بس بيكون اكوفلنت، يعني بتقدر بمتطابقات معينه تخليه زيه. انا شو بهمني؟ بهمني هذا الحل اذا مسكته واشتقيته وعوضته بالمعادله يطلع صح، هذا اللي بهمني. فهاي هي السيبرابل ميثود. اشوفها بالله اذا انها برنولي ولا لا. واي قوه سالب واحد، ممتاز احسنت. هلا لما اخذنا برنولي فهاي واي قوه سالب واحد، يعني هلا بتقدر تحلها اولسو باي برنولي. ملاحظتك صحيحه 100%. اذا صار ثلاث طرق لحل هاي المعادله صح لغايه الان، ممكن يطلع فيها اكزاكت انا ما جربت. فاذا صار الطريقه الاولى سيبرابل، الطريقه الثانيه لينير بس بالاكس بدلناها، الطريقه الثالثه بحولها برنولي وبحولها لينير بالواي وبحلها 100%. بس بضل شغله بدك تتاكد انه الانتجريتنج فاكتور تبعها هل يعني قابل للتكامل ولا لا. مرات تطلع معنا انتجريتنج فاكتور مثلا بعشرة كامل وزي هاي مثلا، بس هو ما راح يطلع معنا هيك زي هاي. هل هاي بنعرف نكاملها؟ هاي ما بنعرف نكاملها. فاذا طلع زي هيك معناها هاي الطريقة فاشلة يعني بالنسبة لهذا السؤال ما نفعت. بس أنا بتوقع أنه صح ما في مشكلة. ليش؟ لأنه واحد على إكس ناقص 2 تكاملها لن والإكسبوننشال بيطيرها، فإذا إتس فاين. فحلوها كمان باي برنولي تمام. في حد عنده سؤال ثاني؟ الله يعافيك. إذا بنشوفكم إن شاء الله المرة الجاي ومع السلامة.